البلد عايش والشعب عايش بمال، والجو السياسي والمنظومة السياسية عايشة بمال تاني. عميد، عندما تتحدث عن المنظومة السياسية، هل برأيك اليوم رئيس الجمهورية وأيضا أصبح جزء من هذه المنظومة؟ ما عم بيتعاطى بالموضوع كله سوا من الأول للآخر يعني. إذا كان رئيس الجمهورية جزء من هذه المنظومة وبالتالي لا يمكن أن يكون جزء من الحل. عم بقول لك الحل إنه في جو موجود رئيس جمهورية، في استشارات. الحل بيكون بحكومة خارج هاي المنظومة السياسية كلها سوا. رئيس جمهورية منتخب، رئيس جمهورية موجود، راح يكون عنده الاستشارات النيابية الملزمة تشكل رئيس حكومة من التفكير ومن المسار اللي عم بقول لك عنه. وإلا إذا راح نضل ب مسار المنظومة ذاتها رح نضل نوصل لنتائج ذاتها، وهون رح نوصل لاعتذار، وإن شاء الله لا يعني، بس نوصل لاعتذار يعني معناتها رح تشوفي حالة فوضى بالبلد، وحالة الفوضى بالبلد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة والأوضاع السياسية اللي رح تطرق زيادة رح توصلنا لحالة فوضى ما حدا بيعرف أن ممكن تاخذ البلد، وراح نكون امام طروحات جديده او حلول جديده ان شاء الله ما تكون كثير صعبه على البلد.